يا مساء السعادة على كل مشاهدي برنامج الطبيب، واهلا وسهلا بيكم في فقرة مهمة جدا جدا. دايما بنهتم ان احنا نتكلم في جراحات السمنة والسكر او جراحات السمنة سواء تكميم او تحويل، ولكن يا جماعة عايزين نتكلم في نقطة مهمة جدا النهاردة، وهي ما بعد العملية. هل اي دكتور بيهتم بالمريض بتاعه او بالحالة اللي هو عمل لها العملية بعد العملية؟ وهل بيبقى عنده وقت؟ طيب المواضيع دي كلها بتتم ازاي؟ يعني الافات من المرضى بتعمل عند دكتور كريم صبري، استاذ دكتور كريم صبري بتعمل عنده جراحات سمنه، بتعمل عنده جراحات سمنه وسكر، اذا كان تحويل اذا كان تكميم. وبعدين مش في مصر بس يا جماعه، لا يعني بيجي له ناس من جميع انحاء العالم. طيب هل بيبقى عنده وقت فاضي ان هو يباشرهم بعد العمليه ويتابع معاهم؟ طب انت اكلت قد ايه؟ طب ايه اللي حصل؟ طب المفروض يكون عندك نظام غذائي تمشي عليه ولا لا؟ ده اللي بقى اللي هنعرفه، ايه اللي بيتم بعد العمليه، وازاي دكتور كريم صبري بيخلي المريض بتاعه دايما باستمراريه، دايما بيبقى فيه سؤال، دايما بيبقى فيه كل استفسار ممكن يكون عايز يستفسر عنه بيلاقيه وبيلاقي الرد، يعني بحس ان هو مش بس اخره موضوع العمليه وما يعرفوش تاني، لا الموضوع مستمر معاه لونج ران. وده النهارده طبعا يعني سعداء اللي احنا هنتكلم فيه بيميز دكتور كريم صبري، بس خلينا الاول نرحب بيه وناخد منه المعلومات المهمه. دكتور كريم صبري، دكتور الجراحه العامه والمناظير بطب عين شمس، استاذ جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، مدير وحده جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، عضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه، زميل الكليه الملكيه للجراحين بلندن، وعضو كليه الجراحين الامريكيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك، منورنا. اهلا بيك يا استاذه. سمعنا ان في على الفيسبوك، كان هغشش الناس بقى على طول كده، صفحه اللي فيما بعد العمليه عليها الافات من الناس والناس بتتابع عليها، وفي على الواتساب. احكي لنا يا دكتور ازاي بتقدر الكم الكبير ده اللي بتعمله العمليات ازاي بتقدر تتابعه بعد العمليه؟ تحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين. الحقيقه طبعا ان عمليات السمنه المفرطه يعني بما ليها من مشاكل زي السكر والضغط، زي مشاكل الكوليسترول اللي هو المرضي، زي مشاكل الدهون المتراكمه في الكبد، صعوبه في النفس اثناء النوم، صعوبه في الانجاب، اضطرابات النفس اثناء النوم. طبعا من الحاجات برضو اللي هي المهمه المصاحبه للسمنه المفرطه، احنا ده عايزين نخفف ده ونخفف السمنه المفرطه او نعالج السمنه المفرطه، نرجع لوزننا المظبوط بدون امراض مصاحبه للسمنه. الحقيقه طبعا اللي بيساعدنا في كده العمليات الجراحيه، لان طبعا في ليميت للدايت في بعض الاوزان، لكن كلما زاد الوزن اكتر كلما كان محتاجين حلول فعاله اكتر لانقاص الوزن، زي تكميم المعده، زي تحويل المسار، زي التكميم مع التحويل، حتى الجراحات اللي هي الخفيفه، الجراحات الموضعيه زي شد وشفط الدهون او تنسيق القوام او نحت الجسد، كل الحاجات دي تهدف الى انقاص الوزن، انقاص الوزن وعلاج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه. الحقيقه طبعا احنا السايكل بتبتدي باختيار عمليه مناسبه لمريض مناسب، تحضره كويس جدا قبل العمليه، تعمل له يعني الفحوصات الكافيه، ويتم تجهيزه تجهيز كافي ما قبل العمليه واجراء العمليه باحترافيه ومتابعه العمليه ما بعد اجراءها على المدى البعيد. خلال السايكل دي ما ينفعش فرد واحد يعالج حالات كتيره، لازم في طقم مساعد كبير ومنظومه خليه نحل شغاله ان هي تجهز مريض ما قبل العمليه وتتابع مريض ما بعد العمليه. مرحلة ما بعد العملية لازم يكون في يعني أطباء تغذية علاجية، أطباء نفسية، أطباء جلدية، علاج طبيعي ما بعد العملية، منظومة متكاملة لما بعد العملية يتم دخول المريض فيها بعد العملية، لأن احنا عندنا مشاكل كتيرة في السمنة. يعني ربما يكون مريض سمنة مفرطة، عنده سكر، عنده ضغط، عايز يتعالج، يشوف هيوقف علاج السكر امتى. ما بعد العملية كان بياخد جرعات انسولين عالية، كان بياخد اقراص للضغط، يعني بياخد حاجات للغدة الدرقية، محتاج يظبط ده، ما هو مش هيجي بدون متابعة طبعا، لازم في فريق طبي معاون لان هو يظبط له الـ 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 الحاجات الصحية او العلاجات ما بعد العملية المتعلقة بالامراض المصاحبة السابقة. اوكي. النمرة الثانية اللي هي مهمة جدا، دكتور التغذية العلاجية لازم يكون موجود ضمن التيم في اول 6 7 شهور، على تواصل مع المريض حتى تليفونيا او بالمتابعات للناس اللي هي داخل مصر، ان هو يشوف المريض بتاعه بينزل نزول صحي ولا لا. طبعا. يعني ربما يكون بينزل نزول عضلات من جسمه او بيخس بصوره مرضيه، احنا محتاجين ده يبقى نازل نزول صحي مظبوط،
ويكون تحت اشراف حد من دكاتره التغذيه في التيم. ده جزء مهم. الدكتور الجلديه احيانا بيبقى فيه لو ما خدناش شويه فيتامينز ما بعد العمليه واهتمام بانواع اكل معينه ما بعد العمليه بتلاقي فيه شويه سقوط للشعر ما بعد اجراء تكميم المعده وتحويل المسار، وده واضح جدا في بعض الناس. فمحتاجين ان احنا نواجه ده، محتاج دكتور جلديه، محتاج حد يساعدك ان انت تعدي الفتره بتاعت انقاص الوزن بدون يعني تاثير على البشره، تاثير على الشعر، تاثير على الضوافر، مش محتاجين ان احنا يحصل ده. طبعا عشان كده المتابعات ما بعد العمليه مهمه جدا. في جزء طبعا للمتابعات يختص بالجراحه بقى نفسها، يختص بالجراحه نفسها. وانا طبعا في جروبات للمتابعات عليها دكتور تغذيه، عليها ده دكتور مفرح ناس كتير جدا الحقيقه، يعني كل عاملين او معظم اللي عاملين عند حضرتك عمليه هم على الجروب ده. الجروب ده خاص بينا، يعني جروب برايفت جروب لل يعني للتيم بتاعنا، او جروب خاص بينا احنا بنقدم خدمه ما بعد اجراء العمليه. دي تعتبر مجانيه، لان طبعا معظم الناس اصلا خارج مصر مش هيقدر ان هو يجي متابعات، او طبعًا ان هو يقدر وممكن ما يكونش عايز يزعجك تليفونيا بحاجه ربما هو شايفها مش هتكون مهمه ان انا اسال فيها الدكتور، فربما يسال يعني سؤال لكل الناس اللي هم عملوا عمليات قبل كده، ربما يكون حد عنده المعلومة هيرد عليه. في حد على الجروب ليه؟ أسرة يعني تغذيل. يعني عاملين زي جروب كده، يعني هي فكرة حلوة جدا. هي الفكرة دي بتاعت حضرتك ولا تيم وورك، ولا دي جت منين الفكرة دي؟ الحقيقة دي اتعملت لتسهيل المتابعات للناس اللي هم خارج مصر من الأصل، أو خارج نطاق القاهرة يعني. صعيد، أسوان، مكانه بعيد لدرجة ان هو طبعا مش هيقدر ان هو يجي العيادة يتابع، بس كله دخل عليها بقى بره مصر وجوه مصر. طبعا كل الناس احنا بنحاول ان احنا طبعا دي حاجه خاصه بالجروب بتاعنا او المراكز بتاعتنا، بنقدم فيها الحاجات الخاصه بينا احنا. احنا الفريق بتاعنا هو اللي بيرد على الاستفسارات، التغذيه بتاعتنا، العلاج الطبيعي، الناس كل الدكاتره المتخصصات اللي هي بتتابع المرضى مشتركين على الجروب، يردوا على المريض على طول في وقت يعني مناسب. والجروب مفتوح لكل الناس اللي هو يقدر ان هو يستفيد بمعلومه طبيه صحيحه. يعني احيانا بتلاقي يعني مريض بيرد على مريض بس هو مش هيفيده، احنا بقى بنصلح ده، نقول لا الصح ان انت تعمل بطريقه فلانيه، لان ده على وضع علمي، احنا محتاجين حاجه تكون علميه مظبوطه يعني. فدي تشانلز احنا بنفتحها لما بعد العمليه بحيث يبقى المتابعه مظبوطه ويبقى فيها سهوله يعني ان الناس تاخد الخدمه المميزه. عايزين نتكلم بادق عن ما بعد العمليه، بس معانا تقرير هنخرج نشوفه ونرجع لكم مره عادل. عندي 23 سنة، وزني 140 كيلو. اتفرجت على حلقات دكتور كريم. انا كنت بعاني من السمنة، فرحت له واتكلمنا، قررت بإذن الله هعمل عملية تحويل مسار. مشكلتي دايما في السمنة، اللبس الضيق، الحركة القليلة بتاعتي، ما بتحركش كتير، فقررت ان انا اعمل عملية ديت، وبإذن الله استنوني بعد العملية. أنا أحمد عادل. أنا كنت بعاني من مشاكل السمنة. اتفرجت على حلقات الدكتور كريم صبري ورحت له وعملت الحمد لله عملية تحويل مسار، وبقالي كده تميت 6 شهور وخسيت 40 كيلو. أنا أنصح أي حد بالعملية ديت، فعلا في فرق كبير جدا ما بين قبل العملية وبعد العملية. أنا كنت بعاني من الحركة البطيئة، بتعب جدا في طلوع السلم، طبعا اللبس الضيق اللي احنا كلنا بنعاني منه، انك تدخل محل تشتري اي حاجه دي صعبه جدا دلوقتي. الراحه النفسيه بس انك تقف قدام المرايه وانك تدخل تشتري اي لبس يبقى شيك عليك، كل ده انا الحمد لله مستريح فيه جدا. بعد العمليه انا
تقريبا باكل كل اللي انا عايزه، كل اللي انا محتاجه، مفيش اي تعب. العمليه كانت بسيطه جدا. انا بنصح اي حد يعمل العمليه دي، والعمليه كانت سهله جدا. انا بعد ما خلصت العمليه تقريبا ساعتين بالظبط قمت اتمشيت، وكان كل حاجه طبيعيه، مفيهاش اي تعب، مفيهاش اي قلق من اللي احنا بنشوفه بنبقى خايفين منه. انا انصح اي حد يعمل عمليه مع دكتور كريم صبري، وبشكر دكتور كريم صبري جدا. ورجعنا لكم مرة تانية. يعني الحديث مع حضرتك شيق جدا يا دكتور، خصوصا ما بعد عملية جراحات السمنة والسكر. مين أكتر يعني المفروض إن احنا نهتم بيه؟ اللي عامل عملية تحويل مسار ولا تكميم معدة؟ كل الناس لازم نهتم بيها، ونهتم بأدق التفاصيل، وأي شكوى من المريض لازم نحترمها، لأنه أحيانا المريض بيكون عنده شكوى متكررة وهي حلها لازم يكون جراحيا. يعني هو يعني ما بعد عملية السمنة احنا بيجينا يمكن عمليات من كل مكان، واحنا طبعا فاتحين تشانلز مع كل الناس حتى من بره اللي عنده مشكله في اي عمليه جراحيه فور فري تماما. احنا ممكن نستقبل الحالات دي وندي لهم الكونسلتيشن بتاعهم فور فري كخدمه مجتمعيه تماما، يعني دي ما فيهاش مشكله. احنا هندي راينا الطبي لكل العالم في انواع الجراحات السمنه المفرطه او اي مشكله في اي عمليه، احنا بنرد على كل الناس بكل الحب يعني، وبنديهم كل الاهتمام. تفاصيل صغيره فيما بعد عمليه السمنه، احنا مش احنا جراحين، يعني الجراح هو حله لازم يكون يعني سريع، وحله لازم يكون في المواجهه، ولازم يكون تو ذا بوينت اللي هو يعني مفيش حاجه تحفظيه، علاج تحفظي طول الوقت خد علاج وهتبقى كويس، لا. احنا لو في مشكله في عمليه لازم تصلح برضه نفس الجراح او نفس الحاجات، في حلول طبعا احنا بنعملها. معانا صوره يعني ده شاب يا دكتور صغير، عايزه برضو اسال سؤال، الاهتمام بالسن الكبير ما بعد العمليه اكتر ولا الشباب اكتر؟ ارجع تاني واقول ان كل الناس اللي عملوا عمليات بمختلف الاعمار لازم يتم متابعتهم. هو بس السن اللي هو صغير قوي اللي هو بعد 10 سنين، من السن اللي بيبقى وزنهم زياده وبيعملوا عمليات، محتاجين بس متابعه من الاسره اكتر شويه، لانه احيانا احنا ما بنعملش فيهم غير تكميم المعده، ما اعرفش نعمل فيهم تحويل مسار، وبالتالي بتبقى تكميم المعده لا تؤثر على الامتصاص، وبالتالي محتاجه متابعه من الاسره شويه، لانه لو فتح في السكريات والشوكولاتات والايس كريم والحاجات دي هتلاقي طبعا الوزن زاد تاني. لكن هو بقى في مرحله الشباب اللي هو 20 ل 30 سنه بالعكس ده بيبقى خايف جدا ان وزنه يزيد تاني، وبيبقى محافظ جدا، بيبقى مبسوط جدا، بيملى الدنيا كلها صور، وبيملى الدنيا كلها خروجات، وبيبقى حابب حياته جديده، وخايف جدا ان هو يرجع في الوزن ما بعد العمليه. لا فاهم يعني كل سن كيس باي كيس كده، محتاجه يعني كل واحد ياخد النصيحه المناسبه ليه. عجبتني معلومه ان في دكتور جلديه، في دكتور تغذيه علاجيه، علاج طبيعي نفسي، نفسي كمان. انا عايز اعرف يعني دي طبعا مميزات عند حضرتك ان انت ماشي على يعني عامل رولز على الكلام ده، اكيد بيفيد ناس كتير. ايه اهميه التخصصات دي؟ كل واحد شاطر في شغلته، يعني هو الجراح مش عارف يعمل كل حاجه يعني بالرغم ان انت ممكن تكون دارس يعني حاجات عن التغذيه العلاجيه، لكن هو في حد متخصص للتغذيه العلاجيه غيرك، يعني هو انت جراح تفهم في الجراحه اكتر، متعمق اكتر في الجراحه، اكيد دكتور التغذيه مش هيعمل شغلك وانت مش هتعمل شغل التغذيه العلاجيه. طبعا العلاج الطبيعي الحقيقه انه مهم، لانه طبعا معظم الناس بيبقى في السن المفرطه بيبقى عندهم مشاكل في المفاصل، وخصوصا في السن الكبير بقى اللي هو بعد 60 سنه بيبقى عنده مفاصله اصلا وجعاه لدرجه ان هو مش عارف يتحرك عليها. مش هنقول له امشي على تريك، مش هنقول له يعني روح جيم بانتظام، اعمل تمارين معينه، لا، يعني هو لازم حد طبيب يشرف على إعادة تأهيله مرة تانية للحياة بعد إنقاص الوزن، يعرف يعمل حاجات اللي ما تضرش المفصل بتاعه، وأحيانا بيبقى مركب مفصل صناعي، طب ده هيمشي إزاي على فهو محتاج طبعا. فكل واحد الفكر اللي أنا شغال بيه ده يمكن ده معمول بره برضه بصورة جميل فعلا. يعني ده شغل كويس، كل واحد يشتغل في تخصص. حتى في داخل العملية نفسها في فريق عمل كبير، يعني ادق تفاصيل، كل واحد كاميرامان، في اسيستنت لكل حاجه، في حد للتحضير، في حد للمتابعه بعد العمليات، في يعني كل واحد بيعمل جوب خاصه بيه،
لو قسمنا الوظائف الصغيره على كل الناس يعني اعتقد النتيجه هتبقى مريحه لكل الاطراف، كل واحد عامل حاجته باحترافيه اعلى، كل الناس هتبقى ريليفد وحاسه ان هي مش تعبانه في شغلها، ودي بتدي نتائج كويسه جدا على المدى البعيد لكل الجراح والفريق المعاون وحتى للمريض. الاحلى كمان ان حضرتك مهتم يعني دكتور جلديه. دكتور جلديه دي يعني اكتر ناس بتعاني فعلا من المشاكل الجلديه او تهدل الوش، تهدل الجسم، نضاره. الناس اللي بتخس، لان انا بخس من وزني كتير قوي بلاقي نفسي دخلت في مشكله تانية. بيساعد قد ايه دكتور الجلديه مع حضرتك ان انقاص الوزن يكون المريض شكله يعني مش تعبان، ما نقولش ان هو عنده مرض ما، ده خس ده غريب، بيساعد بنسبه كام في الميه؟ هو بيساعد توتالي يعني. هو اذا اتعملت يعني احنا تابعنا المريض كويس جدا، لانه طبعا بعد انقاص الوزن بيبقى فيه مشكله مشهوره جدا ان هي بيبقى فيه سقوط للشعر في اول فتره نزول الوزن، بتبقى واضحه جدا عند السيدات. فمحتاجه شويه كير للشعر ما بعد العمليه. فعلا دي حقيقه، لان طبعا نازل من وزن 170 ولا 180 كيلو بتنزل لك الشعر بال 10 كيلو، فوزن كبير بينزل الشعر، حياته في الدهون، حياته في شويه الفيتامينز. فمحتاج حد يبقى قاعد مركز في ده، للكير ده، بحيث ان هو يوفر على المريض فتره كبيره من المتابعه يعني. اللي بياخد علاج بعد العمليه ده تحويل مسار ولا تكميم معده؟ وهل بيبقى علاج معين للمعده لمراره مثلا، او مريض ده عمل مراره مع حاجه؟ انا عارفه ان بتعمل تكميم مع مراره مع مثلا لو في فتق، يعني حاجات كتير حضرتك يعني متخصص فيها ومتميز كمان فيها. وبياخدوا علاج للكلام ده ولا فيتامين عشان النقص الفيتامين اللي هم بيخسروه في انقاص الوزن؟ دي احنا بنحسبها حاله بحاله يعني. ربما يكون اول ست شهور ما بعد انقاص الوزن في الفتره الاولى ما بعد تكميم المعده احنا بنحاول ندي فول فيتامينز الحقيقه، لان طبعا نزول وزن كبير بيبقى يعني محتاجين ان انت تنزل شغلك وانت عندك صحه كويسه وتتحرك وتروح وتيجي. في ناس بتبقى ترجع لحياتها الطبيعيه بفتره قصيره وبياكل اكل صحي ما بيحتاجش الفيتامينز، عمليه التكميم لا تؤثر على الامتصاص. ولكن احنا طب افترضنا في حد عنده نقص فيتامينز لسه مش قادر ياكل، بنطول فتره الفيتامينز. قد تكون مدى الحياه في بعض الناس اللي محتاجين، واحده شايله الرحم قبل كده وعندها الميه بتاع متشال وعندها نقص كالسيوم، عندها شايله غده جرده رقيه، عندها نقص يعني الحاجات دي بتتحسب كيس باي كيس. ناس بتوقف، ناس بتستمر، ناس بتزود عليها. ناس تكون محتاجه وناس لا، طبعا مش شرط يعني. بالظبط يعني كل المتابعات، عشان كده المتابعات مهمه، لان مش كل الناس زي بعضهم، وده جسم يعني فيه مشاكل كتيره مختلفه عن كل بعض يعني. في ناس، لكن في معظم الوقت احنا يعني فتره قصيره ما بعد التكميم بنوقف الفيتامينز، لكن بعد تحويل المسار فور لايف لازم تاخد شويه فيتامينز تعويضيه فقط. وفي دلوقتي قرص واحد يعني، في فورمولاز كده، قرص واحد ممكن يبقى فيه كل الفيتامينز للناس اللي هي بعد تحويل المسار. الموضوع ما بقاش صعب بعد تحويل المسار، لكن احنا بننصح طبعا الناس اللي بعد تحويل المسار يستمر على فيتامينز، لان احنا 70% من السكريات الدهون قل امتصاصه عشان يعالج السكر وعشان ينزل وزنك بصوره مستمره كويسه، ولو اكلت السكريات ما تزيدش تاني، لكن في المقابل لازم تاخد شويه فيتامينز تحافظ عليها. مش عايز تاخد بقى الثلاث اقراص دول، خد قرص واحد بس. انا بشكرك جدا يا دكتور، حضرتك عامل منظومه كبيره جدا فعلا. النجاح ده مش قليل، ان انا ما بقاش يعني بخس وبعدين اترهل او وشي يحصل له حاجه. حاجات كتيره قوي حضرتك يعني عاملها شبه عمليه كامله متكامله، مش عمليه وخلاص ومع السلامه عليكم زي ما ناس كتير قوي بتعمل. انا بشكرك جدا يا دكتور ونورتنا. بنشكر دكتور كريم صبري، دكتور الجراحه العامه ومناظير بطب عين شمس، استاذ جراحات سمنه ومناظير بطب عين شمس، مدير وحده جراحات سمنه ومناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات سمنه والسكر، عضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه، زميل الكليه الملكيه للجراحين بلندن، وعضو كليه الجراحين الامريكيه. وانا كمان بشكركم، اشوفكم على خير ان شاء الله.